السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لابوزيتيف. معكم إيمان أنوار تازي، نيوتريسيونيست كوسميتولوج لابورونتين. أولا كان عاود نقول لكم مرة أخرى عواشركم مباركة ورمضان مبارك سعيد. نتمنى هذه الأيام الأولى اللي دازت من رمضان تكون دازت عليكم بخير، وصمتوا يعني بصحة مزيانة، ما ضركمش راسكم، ما عييتوش، ونتمنى كذلك ما يكونوش عندكم شي مضاعفات. الناس اللي مرض عندهم سكري ولا ارتفاع ضغط دموي ولا أمراض أخرى، نتمنى أنكم تكونوا قدرتوا تجيغيو الصيام ديالكم. وطبعا أي واحد عنده أي مرض وما قدرش يصوم، ف طبعا راه عنده رخصه، فما يكلفش راسه فوق من الطاقه ديالو. ندخلوا في الموضوع ديالنا. الموضوع ديالنا على غادي نهضر لكم على بعض الحوايج اللي كيتستعملوا وهما ما خصهمش يستعملوا بهذه الطريقه هذه. مثلا المقشر، القماش راه شي حاجه اللي مزيانه، سورتو مثلا راه كاين قماش ميكانيكي وكاين قماش كيميائي. دونك بالنسبه للقماش الميكانيكي هو داك اللي كيكون فيه الحبيبات، هذا القماش الميكانيكي راه مزيان، ولكن فوقاش كنقولوا مزيان الا عرفتوا نتوما تستعملوه بطريقه مزيانه. بمعنى انه شي مرات احنا بحال كنبغيو نجتهدوا الحاجه، كنبغيوها هكذا تخرج مزيانه وتعطي واحد لافي مزيان، وهذا كنبقاو نكثروا مثلا القماش، كنبقاو نحكو. الا لاحظتوا حتى ملي كتمشيو للحمام كتبقى شي بعض الناس كيبقاو يحكو حتى درجه كتسلخ ليهم ديك الجلده، وملي كتسلخ كيبقى ليهم كحوليه وشي حاجه اللي ماشي زوينه في الجسم ديالهم. دونك هنا راه نفس المبدا حتى بالنسبه للقماش، لان حتى بالليفه راه سي تان قماش هذا. دونك نتوما ما تبقاوش مثلا تبقاو حك 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 حك، لان بهالطريقه هذه راه كتهيجوا الجلده ديالكم وكتقدروا تسبوا تصبغات. دونك القماش يكون هي خفيف بحركات دائريه، هي خفيف بحال هكا، ماشي زعما راه صافي الا بقينا حك راه غادي نبيض ولا غادي نتنقى ولا غادي نحيدو دوك لي سيلول مخت اللي كاينين الفوق ولا هذا، لا غير بشويه بالعقل. راه كل ما اون اكزاجير في شي حاجه كل ما يقدر يكون النتيجه عكسيه. دونك كاين واحد النوع ديال القماج اللي ملي كتحطوه على الجلد ديالكم، اون فوا كتحطوه وكيكون بحال الشكل ديال انجيل، كتحطوه على الوجه ديالكم، ملي كتبداو هكذا تفركو كتبداو زعما تبرمو، كيبدا يخرج لكم الوسخ. هذاك راه ماشي الوسخ، لان بزاف الناس كيروجوا على هذا الاساس، هذاك راه ماشي الوسخ، هذاك راه غير التركيبه ديال هذاك القماش دايره بحال هكذا. اون فوا كتلاقى مع شويه ديال الماء كتعطي داك الشكل هذاك. ولي بروف سي كو الا عاودتو من موراه، يعني درتو كوماج تسنيتو غير واحد شويه، عاودتو لا دوزيام فوا لا ترويزيام فوا لا كاتريام فوا، دائما غيخرج لكم داكشي، وهو واخا يكون فيكم قنطار ديال الوسخ راه ما غادي يتقادى. فهمتوني؟ يعني هو التركيبه ديالو. وانا بالنسبه لي ان كوماج ميكانيك كيجيني احسن من هذاك اللي على شكل جيل، غير بحال كيخدعكم وما المهم اغلبيه ما تيكونش ماشي شي حاجه. دونك ان كوماج اللي كيكون فيه حبيبات، ولكن يكونوا حبيبات رطيط بين على لابو ديالكم، ما يكونوش خشنين. وهذا علاش ديما كنقول لكم مثلا القماش ديال السكر ولا القماش ديال الملحه ايفيتي الوجه. مثلا تقدروا ديروه ليديكم، تقدروا ديروه رجليكم، ولكن الوجه ما خص تكون الحبيبات ناعمه باش ما يضروش لكم الوجه ديالكم. خلاص الناس اللي كيكون فيهم الحبوب كتير القماش ميكانيكي ما كيصلحش لهم. الناس اللي كيكون عندهم الورديه ولا لابو تري رياكتيف القماش ميكانيك ما تيصلحش لهم. دونك هذا بالنسبه للقماش. غادي ننتقل لكم للكريمات. بعض من الناس وهذه شفتها في يعني بزاف كيشيدوا بها في لي ريزو سوسيو، كل ما خصك دابا هاد الكريم خديتيها خصك تبقاي دهنيها وتماصيها ودهنيها وتماصيها ودهنيها وتماصيها بقوه، يعني بحال كنقولوا كتفركيها باش كتعطي ليفي. وكل ما فركتيها ودهنتيها مزيان كل ما عطاتك ليفي مزيان. وتيقولوا نفس الشيء بالنسبه للمراهم ولا بالنسبه للي بوماد. دونك هنا انا نقول لكم ان اون كريم il suffit انكم تطبقوها هكذا بشويه صافي مزيانه، يعني تخدموها بشويه تابليكيوها مزيان، راه
راه غادي تدخل، راه غادي تدير لكم ليفي ديالها، سورتو الا كانت اون كريم اللي لا فورمولاسيون ديالها مخدومه بشكل مزيان. يعني لو فيت ديال انكم كتبقاو تفركوا في ديك الكريم راه ما غاديش يزيد ليفي ديالها، بالعكس راه يقدر يسبب لكم واحد التحسس او يهيج لكم البشره ديالكم، وبالتالي غيعطيكم واحد ليفي اللي هو عكسي. دونك راه ماشي اي حاجه كتشوفوها راها صحيحه، ردوا البال على المعلومات اللي هما تيكونوا شي مرات كتكون هي زياده وزياده من راس الحمق وصافي. فوالا لي كريم صافي، وسورتو لي كريم اللي تيكونوا عندهم واحد الغرض طبي، عندهم واحد يعني عندهم واحد الغرض علاجي، فهادو كتبعوا الارشادات ديال الطبيب ديالكم اولا البروسبكتوس ديال هذاك الدواء ولا الورقه ديالو ولا الارشادات اللي مرافقه لهذاك المرهم ولا هذاك التريتمون اللي عندكم. ديما في شي حوايج ولا شي مرات الاجتهادات راه ما تيكونوش مزيانين. حاجه اخرى اللي كنشوفها مهمه بزاف بغيت نضيفها لكم كمعلومه، وهي التقشير بحمض اللاكتيك. راه كاينين مقشرات كيتباعوا بحمض اللاكتيك، دي برودوي اباز ديال اللاكتيك اسيد. هنا كاين واحد الاقتراح اللي يعني كيعطيكم واحد اون بون مين وطبيعي في الدار ومعتمد على الحمض اللاكتيك ولكن الطبيعي. لي برودوي ليتي بحال مثلا كتلاحظوا ملي كتعملوا شي كوماج اي حاجه مع فرماجه كتلاحظوا ان الوجه ديالكم كينور، هذاك راه ليفي ديال لاكتيك اسيد مع ديك الحاجه اخرى. بحال دابا مثلا الا درتو مثلا الكركم او الحلبه مثلا كديروها مع فرماجه، راه هذاك ليفي ديال بيان سور ديال المواد اللي كاينين في هذا الكركم ولا كاينين في الحلبه مزائد لاكتيك اسيد. حمض اللاكتيك عنده هذاك ليفي تيعطيك واحد كينور لك الوجه ديالك، ويعني داكشي علاش الناس اللي كيديروا كاينين كتقول لك انا درت غير فرماجه لوجهي خليتها نشفات ودرت كوماج والله الا وجهي خرج هكا كيدير، وي غيخرج هكا كيدير لانك دو ان درتي كوماج و دو راه كاين داك لاكتيك اسيد خدم. كاين اللي كتقول لك عاوتاني انا عملت واحد الوصفه خفيفه غير بالشوفان وبالياغورت وعملات لي زعما خرجت لي وجهي بحال كنت في شي صالون. ايه لان الشوفان حتى هو عنده بزاف ديال الفوائد، هو مرطب حتى هو هذا، وزائد لاكتيك اسيد اللي كاين في الياغورت. دونك نتمنى نكون زعما هذه وصفات اللي تقدروا تستعملوها في البيت ديالكم وكتعطيكم واحد ليفي، ولا كنتو معروضين خارجين باغي تعملوا مكياج ولا شي حاجه وعنايه اسبوعيه ولا هذا، راه كتعطيكم كوماج زوين وكتعطيكم واحد ليفي زوين. دونك هذا غير اونتر بارونتيز على لاكتيك اسيد فين ممكن انكم تلقاه وتستعملوه بكل بساطه. دونك بلا ما نطول عليكم خفت لا الفيديو يجي طويل، نلقاكم على خير فيديو مقبل ان شاء الله. الى ذلك الحين كنقول لكم خليت لكم الراحه.